بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تواصل الدروس العلمية في المسجد الحرام فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاءت هذا الغافل المكذب بآيات الله سكرة الموت بالحق الذي لا مرد له ولا مناص. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتأخر وتنكص عنه. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، أي اليوم الذي يلحق الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب، والمؤمنين ما وعدهم به من الثواب. وجاءت كل نفس معها سائق، يسوقها إلى موقف القيامة فلا يمكنها أن تتأخر عنه، وشهيد يشهد عليها بأعمالها خيرها وشرها. وهذا يدل على اعتناء الله بالعباد وحفظه لأعمالهم ومجازاته لهم بالعدل. فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد منه على بال، ولكن أكثر الناس غافلون. ولهذا قال: لقد كنت في غفلة من هذا، أي يقال للمعرض المكذب يوم القيامة، يقال له هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفا، أي لقد كنت مكذبا بهذا تاركا للعمل له. فالآن فكشفنا عنك غطاءك الذي غطى قلبك، فكثر نومك واستمر إعراضك، فبصرك اليوم حديد، ينظر ما يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. أو هذا خطاب من الله للعبد، فإنه في الدنيا في غفلة عما خلق له، ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه،
ولكنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط ولا يستدرك الفائت، وهذا كله تخويف من الله للعباد وترهيب بذكر ما يكون على المكذبين في ذلك اليوم العظيم. يقول تعالى: هذه الآيات العظيمات البينات الكريمات جاءت بعدما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لا زالت الآيات في سياق قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، وأن خلق الإنسان دليل على بعثه، خلق الإنسان ابتداء دليل على قدرة الله عز وجل على بعثه، وهو أهون عليه. ثم ذكر في هذه الآيات سياق الموت، وهو أيضا من دلالة قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته سبحانه. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت الإنسان، جاءت هذا الإنسان سكرة الموت الذي هو النهاية لكل حي من المخلوقات: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت. فالموت حقيقة لا بد منها، وهذا فيه تذكير للعباد في قدرة الله عز وجل، وأيضا في الاستعداد للقاء الله سبحانه بالحق باليقين الذي لا يمكن أن يتخلف. وذكر النحاس في كتابه إعراب القرآن قراءة تفسيرية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولعبد الله بن مسعود، وهي قوله: وجاءت سكرة الحق بالموت. ولكنها قراءة ليست من القراءات المتواترة، لأن القراءات المتواترة لا بد فيها من ثلاثة شروط تعرفونها في علوم القرآن، جمعها الناظم بقوله: وكلما وافق وجه نحوي أو كان للرسم احتمالا يحوي أو صح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وإنما هذه من القراءات التفسيرية كما قرأ ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. الحاصل أن سكرة الموت أو سكرة الحق كلها دلالة على تحقق نهاية العباد. وهل الخطاب هنا للإنسان من حيث هو، أو للكافر، أو لمن؟ الخطاب للإنسان، ويصح أن يراد به الخطاب للكافر، لأن الكافر هو المكذب بالموت وبالبعث بعد الموت. ذلك ما كنت منه تحيد، هذا الموت وهو الحق اليقين الذي لا محيد عنه، هو الذي يحيد عنه الغافل والمكذب والمعرض. ذلك ما كنت منه تحيد، أي تتهرب وتغفل وتنأى عنه. والحق أنه لا محيد ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص، فالموت حق لا يمكن أن يتخلف. ذلك ما كنت منه تحيد. ثم لا زال السياق في الموت وما بعده، ونفخ في الصور. النفخ في الصور على ثلاثة أقسام:
النفخة الأولى نفخة الفزع، وهي التي قال الله عز وجل فيها: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة الثانية نفخة الصعق، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. والنفخة الثالثة هي نفخة القيام لرب العالمين، ولهذا قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي النفخة التي ذكرها الله في سورة الحاقة في قوله: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وقال واحدة يعني أنها الأخيرة النهاية التي ما بعدها إلا الجزاء والحساب. وهذا يدعو العبد إلى الاستعداد لهذه المواقف العظيمة وعدم الغفلة والإعراض عنها. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين أن عائشة رضي الله عنها لما مرض أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت تتمثل بقول الشاعر: لعمرك ما يغني الفتاء لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف رضي الله عنه عن وجهه وفتح عينيه وقال لها: لا تقولي هذا يا بنية، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، ذلك اليوم الذي وعد فيه الناس جميعا للبعث والجزاء والنشور. أو أن المراد ذلك يوم الوعيد خطاب للكافر الذي أعرض عن الله عز وجل، وأن هذا اليوم هو يوم الوعد ويوم الوعيد أيضا للكافرين. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد الملكان، السائق الذي يسوق العبد إلى الموقف والبعث، والشهيد هو الذي شهد عليه بأعماله وأقواله وأعدها وأحضرها للعرض بين يدي الله تبارك وتعالى. وقيل إن المراد بالسائق والشهيد أن السائق الملكان والشهيد العمل، لأن العمل يشهد على الإنسان: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقيل المراد السائق الملكان والشهيد الإنسان نفسه وجوارحه، يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي الآية الأخرى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليه. فالحاصل أن هذه أقوال أهل العلم، أن هذه أقوال أهل العلم في هذه الآية. معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا. الخطاب لمن؟ اختلف المفسرون في الخطاب لمن هنا لقد كنت في غفلة من هذا، فذكر جمهورهم أن المراد به الإنسان، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا. والقول الآخر أن المراد به الكافر،
الذي شأنه الغفلة والإعراض عن الله عز وجل. وذكر قول ثالث وهو قول مرجوح أن المراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيهه ذلك يا محمد ما كنت منه تحيد قبل البعث وقبل الوحي، أما بعد الوحي فكان عليه الصلاة والسلام قدوة في استحضار الموت والعمل لما بعده. والراجح من هذه الأقوال والله أعلم أن المراد به الإنسان عموم الناس. لقد كنت في غفلة من هذا، من هذه الحقيقة من الموت والبعث، فكشفنا عنك غطاءك، هذا يناسب الغافل، كشفنا عنك غطاءك، الغطاء هنا الغطاء المعنوي وليس المراد الغطاء الحسي، بمعنى أنك أدركت اليوم تقصيرك وغفلتك وإعراضك بتركك العمل الصالح وارتكابك المعاصي والمنكرات. فبصرك اليوم حديد، بصرك هنا المراد به البصر الحسي، حديد يعني حاد وقوي شاخص يبصر هذه الأهوال العظيمة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد هنا بالبصر البصيرة، بمعنى الآن تحققت البصيرة والعلم بعد فوات الأوان. ثم قال سبحانه وقال قرينه، نعم يقول. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال قرينه، أي قرين هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على حفظه وحفظ أعماله، فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله ويقول هذا ما لدي عتيد، أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله فيجازى بعمله، هذا أي قد أحضرت ما جعلت عليه من حفظه وحفظ عمله فيجازى بعمله. ويقال لمن استحق النار ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، أي كثير الكفر والعناد لآيات الله، المكثر من المعاصي، المجترئ على المحارم والمآثم، مناع للخير أي يمنع الخير الذي عنده، الذي أعظمه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مناع لنفع ماله وبدنه، معتد على عباد الله وعلى حدوده، مريب أي شاك في وعد الله ووعيده، فلا إيمان ولا إحسان، ولكن وصفه الكفر والعدوان والشك والريب والشح واتخاذ الآلهة من دون الرحمن. ولهذا قال الذي جعل مع الله إلها آخر، أي عبد معه غيره، ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فألقياه أيها الملكان القرينان في العذاب الشديد الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. قال قرينه الشيطان متبرئا منه حاملا عليه إثمه، ربنا ما أطغيته لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان، ولكن كان في الضلال البعيد، فهو الذي ضل وأبعد عن الحق باختياره، كما قال في الآية الأخرى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال تعالى مجيبا لاختصامهم لا تختصموا لدي، أي لا فائدة في اختصامكم عندي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد، أي جاءتكم رسلي بالآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات، فقامت عليكم حجتي وانقطعت حجتكم، وقدمتم علي بما أسلفتم من الأعمال التي وجب جزاؤها. ما يبدل القول لدي، أي لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به، لأنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق حديثا. وما أنا بظلام للعبيد، بل أجزيهم بما عملوا من خير وشر، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. في قوله سبحانه في السياق الماضي
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الماء هنا الميم هل هي موصولة أو نافية؟ يجوز الوجهان. ذلك ما كنت منه تحيد، جاءت سكرة الموت بالحق، ذلك الذي كنت منه تفر أو تنكر أو لا تعترف. ويجوز أن تكون نافية، ذلك ما كنت، أي ذلك ما كنت لا تستطيع أو لا تقوى على إنكاره، نفي قدرته أو استطاعته على إنكاره، والحال أنه الآن أصبح واقعاً مشاهداً لا محيد عنه. ثم جاء السياق الحواري بين الإنسان وبين قرنائه، في هذه المرحلة يأتي الندم، وكل يلقي باللائم على غيره. لما أن يتحقق البعث يأتي قرين الإنسان من الملائكة، وقال قرينه هنا قرين الإنسان من الملائكة، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، كأنه يقدم هذا الأمر من أعمال المرء والإنسان معدا ومحضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، أي يقول القرين من الملائكة هذا يا ربي ما أعددته من حصر وحفظ أعمال العبد صالحة كانت أو غير صالحة، وكله محضر لا يستطيع أن ينكر الإنسان منه شيئا. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا، يأتي الحكم من الله عز وجل وهو الحكم العدل سبحانه. ألقيا في جهنم، في ملحوظة لطيفة، ما تلاحظون إن السياق كان في صيغة الإفراد ثم جاء الخطاب في صيغة التثنية، وقال قرينه واحد ثم جاء الحكم ألقيا، فما المراد وما الحكمة هنا؟ المراد أن هذا خطاب تعدى الخطاب من المفرد إلى المثنى، ووجه الخطاب للملائكة أو للملكين السائق والشهيد، أو الملك الذي مع الإنسان الذي هو قرينه في الآية، وخازن النار، فيصح أن يراد بذلك الاثنان، ويصح كما ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذا يراد به الواحد، وإن كان في خطاب التثنية، لأن هذا من أساليب العرب، والعرب أحيانا تخاطب الواحد بصيغة المثنى، ومنها قولهم ازجراها وأرحلاها في الناقة والدابة، والمراد هو الذي يسوقها الشخص الواحد. ومنه العرب دائما تقول للواحد بلفظ المثنى، منه قولهم خليلي، والمراد واحد. وأيضا يذكر عن الحجاج أنه كان يقول يا حارسي اضربا عنقه، وهو من أئمة اللغة. وقد ذكر ابن جرير بعض الشواهد عن العرب، منها أبيات امرئ القيس قفا قفا نبكي، والمراد واحد، فيا صاحبي
رحلي. ومنه قول أيضا امرئ القيس: خليلي مرابي على أم جندب نقض لبانات الفؤاد المعذبا، نقض لبانات للفؤاد المعذب. ومنه قوله، قول الشاعر: فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر، وإن تدعاني أحمي عرضا مفندا. فالحاصل أن العرب أحيانا تطلق عبارة المثنى للواحد القيا، وذكر بعضهم أن المراد القين بنون التوكيد، وهو خطاب للواحد الذي قال فيه سبحانه: وقال قرينه القين بنون التأكيد، ولكن سهلت نون التوكيد، ولهذا جاء في بعض وجوه القراءات القين في جهنم، مثل قوله سبحانه: لا نسفعا بالناصية. وهذا قول مرجوح، لكن الراجح والله أعلم إما أن يراد به الملكان، وإما أن يراد به أسلوب من أساليب العرب يراد للواحد بلفظ التثنية، والله تعالى أعلم. ألقيا في جهنم كل كفار، ثم ذكر مستحق جهنم والعياذ بالله، وأن لهم ثمانية صفات: كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. نعيدها حتى تكون: ألقيا في جهنم كل كفار، عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل. إذن ست صفات من صفاته والعياذ بالله من يستحق دخول النار. كل كفار، كفار صيغة مبالغة، والمراد به مغال في الكفر والعياذ بالله. كل كفار، عنيد، معاند للحق، معرض عنه، رافض له، مناع للخير، يمنع الخير، الخير كله، كل أنواع الخير والبر، من الصدقة ومن أعمال الخير ومن المعروف. معتد، لم يكتفي بالمنع بل وصف بصفة الاعتداء والعياذ بالله، والاعتداء هو مجاوزة الحد بارتكاب الزواجر والتساهل بالأوامر. مريب، شاك بقدرة الله عز وجل، شاك بالقرآن، شاك بالبعث، شاك بصدق الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. الذي جعل مع الله إلها آخر أيضا صفة له بالشرك بالله عز وجل، وهذا يجعل جزاءه دخول النار والعياذ بالله، وبئس القرار. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لا زال الحوار يأتي: قال قرينه. هنا يأتي الشيطان حينما يتخلى عن العبد في هذه المواقف، وقد كان يغريه في الدنيا بالشهوات والشبهات، يأتيه ليتبرأ منه. قال قرينه، يعني الشيطان: ربنا ما أطغيته، أي لست سببا في طغيانه وتكبره وإعراضه، وإنما هو نفسه السبب، كان في ضلال مبين، كان لا يسمع الأوامر ولا يجتنب النواهي، بل كان في ضلال وخطأ مبين بين واضح بسبب ما ترتكبه نفسه.
وهذا كما ذكر الله عز وجل عن الشيطان في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يا أيها العباد الذين سلكتم مسالك الشيطان تذكروا هذه المواقف فإنه سيتبرأ منكم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. مع هذا الحوار وهذه الخصومة يأتي حكم الله عز وجل، فالوقت والموقف ليس وقت خصومة، لا تختصموا لدي، يقول الله عز وجل لا تختصموا لدي، لا يكون بينكم الخصومة بأن كل يلقي باللائمة على الآخر. وقد قدمت إليكم بالوعيد، الواو هنا واو الحال، الواو هنا واو الحال، يعني لا تختصموا لدي، والحال أني قد قدمت إليكم بالوعيد بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان الحجج والبراهين، ما يبدل القول لدي، ما نافية، لا يمكن ينفي الله عز وجل أن في قضائه أن يبدل القول لديه هنا، لأنه وعد وأوعد، وعد المؤمنين بالنعيم وأوعد الكافرين بالنار والجحيم والعياذ بالله. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه آيات عظيمات، من فوائدها أولا إثبات الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، وأنه حق يقيني لا مراء فيه. سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أن الغافل والمعرض في منأى وحيدة عن طريق الحق، ومنه حقيقة الموت. وجاءت كل نفس، إثبات البعث، وإثبات أيضا الملائكة معها سائق وشهيد، حفظ الله عز وجل للعباد، وكتابة وإحصاء أعمالهم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. نعم، من الفوائد أحسنت أن الإنسان لا يبقى له إلا عمله الصالح، وإلا فشيطانه سيتبرأ منه، فعليه أن يتخلى منه، يتبرأ منه، يعني الإنسان يتبرأ من الشيطان قبل أن يتبرأ الشيطان منه. جميل. أيضا إثبات ما يدونه الملائكة، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، إثبات وجود النار ألقيا في جهنم، استحقاق الكفار للنار والعياذ بالله، صفة أهل النار كفار عنيد مناع للخير معتد مريب يشرك مع الله غيره، وهكذا في جملة من الفوائد في هذه الآيات المباركة. نعم، وأن هذا حق، إن ذلك لحق تخاصم
أهل النار، وأيضا وهم يختصمون فيها. نعم. وفي إثبات أيضا أن فبصرك اليوم حديد، في أن الكفار والغافلين يرون هذه الحقيقة والبعث بكل قوة وحدة بصر، ولا يمكن أن يحيدوا أو يغفلوا عنها. في قوله سبحانه في سورة السجدة: ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا فبصرك اليوم حديد، أبصرنا وسمعنا فارجعنا ولكن هيهات. نعم، أسمع بهم وأبصر. بارك الله فيك.